بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله دائما تكونوا بألف خير. اليوم ثاني أيام عيد الفطر، كل عام وأنتم بألف خير. برنامج المجاني السام FW FRB Tool الفيرجن 4.6، هذا الإصدار إن شاء الله تعالى فيه إضافات بسيطة. سنقوم بعملية تثبيت البرنامج على الكمبيوتر لأنه أصبح سيت أب، ومن ثم سنقوم بتشغيله واستعراض بعض الإضافات إن شاء الله تعالى فيديو قصير لن يطول عليكم. بالبداية حمل البرنامج، رابط أسفل الفيديو، تقوم بفك الضغط بهذا الشكل، يظهر لديك هذا ملف سيت أب. هنا أوبن عادي طبيعي بأمور عادية إن شاء الله تعالى، ومن ثم نيكست، طبعا تظهر لديك الإضافات، وهنا كرييت ديسكتوب نيكست. نيكست هذه الأمور تعرفونها، ولكن هناك بعض الأشخاص يعانوا من عدم فتح هذه أو هذا البرنامج. الآن لانش يجب أن يفتح البرنامج، لكن قبل ذلك يجب استثناء البرنامج من الأنتي فيروس لأنه لن يعمل والأنتي فيروس بهذا الشكل. الآن هنا يخبرك بتحميل الإصدار من الموقع الرسمي للسامفير حتى لا يكون في أي برامج ضارة للحاسوب. هنا نو، سيقوم البرنامج بفتح بشكل طبيعي. يجب استثناء البرنامج من الأنتي فيروس كما ذكرت، سواء البرنامج خارجي أو برنامج الويندوز ديفندر، يجب استثناءه من فحص الأنتي فيروس حتى يعمل بهذا الشكل. الإضافات بشكل سريع، طبعا جميع الإضافات تم شرحها في فيديوهات سابقة، ولكن أهم الإضافات هنا added unlock FRB all virgin all model paid service. هنا تم إضافة خدمة مدفوعة لتخطي حساب الجوجل أو حساب FRB لجميع هواتف السامسونج وجميع الإصدارات مهما يكون الهاتف، إذا طبعا لم تعمل معه ثغرة النجمة مربع صفر نجمة مربع كما تعلمون. بهذا الشكل هذه هي الثغرة normal mode تقوم بتخطي الحساب. إذا لم يكن الهاتف مدعوم تستطيع شراء الخدمة من هنا بربط الهاتف عن طريق MTB، وهنا remove FRB يقودك إلى تفصيلات يجب الدخول إليها والدفع عن طريق أحد طرق الدفع المتاحة في الأداة وهي موجودة في الموقع الرسمي. لن أطيل عليكم، هنا fix read MTB أو info MTB error. طبعا هنا بعد عملية الADB، بعد تفعيل ADB لا يستطيع البرنامج قراءة ملفات الهاتف، وبالتالي هنا تم إصلاح البرنامج أو تم إصلاح هذا الخلل. هنا fix login API bug اللي هو هاي الخدمة المدفوعة مربوط بالخدمة المدفوعة، وهنا أيضا بالخدمة المدفوعة، وهنا missing problem برضو الخدمة المدفوعة. إذا كل هذا الخدمة المدفوعة فقط تم إضافة الانلوك FRB اللي هو الخدمة المدفوعة لهواتف السامسونج. طبعا هذا كل شيء في البرنامج. إذا لم يعمل معك البرنامج يجب التشييك على برنامج السي بلس بلس. سأترك لك رابط أسفل الفيديو يخبرك كيف تستطيع إعداد الكمبيوتر من الصفر حتى إعداده لبرامج السوفتوير. فيه يحتوي جميع البرامج الضرورية لتشغيل هذه الأدوات المدفوعة والأدوات المجانية أيضا، والأدوات المدفوعة بتفعيل والأدوات المجانية بدون تفعيل. هنا خيار اللوج إن، وهنا باي كريدت، وهنا ريلاود داتا. تستعمل هنا عمل حساب وشراء كريدت إذا أحببت لتخطي الحساب عن طريق الخدمة المدفوعة من خلال هذا البرنامج. هذا كل شيء في البرنامج. كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.